أن المدرب ومساعده سيدخلون الملعب، وهذا قانون جديد لم نره من قبل، ويبدو أنه خاص بمنتخب المناحيس. حالتي حالة، حالتي حالة. تستمر المباراة بعد إجراء تغييرات بقيادة زغلول ومساعده طهماز. الكرة تنتقل بين لاعبي المناحيس في أرضية الملعب، تصل إلى طهماز الذي يتقدم ويراوغ، تصل الكرة إلى زغلول، تنقطع مرة أخرى، تصل إلى طهماز الذي يسدد، ولكن على وجه رئيس الجهاز الفني زغلول. الفريق الأحمر يقود هجمة مرتدة مستغلا سقوط زغلول واجتماع لاعبين جمهورية المناحيس حوله. الطفل يهرب باتجاه المرمى. كأنه هدفوا علينا. كأنه. وين الحارس عباس؟ الحارس سقينا. مو تعملونا. سقني. فريق منتخب المناحيس يحاول صد هجوم الفريق الأحمر، لكن بدون فائدة، يستمرون في السقوط في الملعب. أعزائي المشاهدين، طبعا نحن لا نلقي اللوم على اللاعبين الموجودين على أرضية الملعب من فريق جمهورية المناحيس، وإنما يلقى اللوم على الفريق الفني والإداري، الجهاز الفني والإداري، وعلى الاتحاد الكروي الذي يدير هذا الفريق، الذي كان الأحرى به أن يختار فريقا متميزا له كفاءات، ولكن هذا الفريق الفريق مسكين، يتساقطون أمنة ويسرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الفريق يبدو أنهم الكثير منهم مهموم بإيجار بيته، والفريق الكثير منهم لديه أولاد، والكثير يعانون من أمراض مزمنة، أصابوني بالمرض وقد أمرضوني، وأنا أعاني الآن من رعشة، وأكاد أن أسقط على الأرض. من قال لي أجي أنا أعلق؟ أنا كم معي بابور، ما قال أطلب الله بالبابور، قلنا شي نجي نعلق البابور. قد أنا أقول لك هذا مش الفريق، ولا هيدي الرياضة اللي ندوره. إحنا ندور الرياضة اللي تبسطنا وتسعدنا وتفرحنا. إحنا معانا مواهب، معانا إبداعات، لكن كلهم مهمشين وما يختاروهم. كل اللاعبين هذول اللي داخل الميدان كلهم بالوساطة والمحسوبية، وإحنا لازم 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 نحاسب العاملين على هذه المهزلة. عشان حصل البطولة ولا مصابين، تقول كيف شنها هذا كابتن؟ ما مش فايدة، بدخل بالفريق هذا مش فايدة. يعني مرت مانع كان على حق، مرت مانع ما كانش تحنق من باطن. طيب يا كابتن، ما هو الحال يا كابتن؟ ما هو الحال يا كابتن؟ أفدالك ما هو الحال؟ لا تغوى شي فندم، لا تقهرنيش، ما هو الحال؟ أنا شو قدم صغارتي؟ أنا شو كابتن؟ كابتن؟ كابتن شو خلي الجهاز الفني لمن يا كابتن؟ حالتي حالة، حالتي حالة.